السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت بلس برايمري 3 أو الصف الثالث الابتدائي ترم 1 الترم الأول، ولسه بنكمل مع بعض شرح يونت 3 أو الوحدة الثالثة، وهناخد النهاردة من أول ليسون 6 لحد نهاية يونت 3 أو لحد نهاية الوحدة الثالثة. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ليسون 6 هو الدرس السادس، بيعلمنا هنا في الفونكس، بيعلمنا الفونكس أو الصوتيات بتاعت يونت 3. فهنا بيقول لنا طبعا letters T-I-O-N، الأربع حروف دول لما بيجوا في آخر أي كلمة بيتنطقوا مع بعض chan chan، التي بننطقها وبعدين نقول شان يبقى chan، دول بيتنطقوا كده زي ما احنا بنقولهم، يا ريت تقولهم معايا chan chan. زي مثلا fiction 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 يعني خيال، وزي مثلا fire station fire station يعني محطة إطفاء، وزي مثلا nutrition 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 يعني تغذية يعني عنصر غذائي، وزي مثلا كلمة digestion digestion يعني عملية الهضم، وزي مثلا pollution 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 يعني تلوث. فدي الصوتيات او الفونكس بتاعت اليونت دي، والدرس ده مهم قوي، ومهم قوي ان احنا نبقى عارفين ان الاربع حروف دول لما بيجوا في اي كلمه بننطقهم زي ما قلنا chan chan. تمام. عندنا بعد كده في activities، دي هوم ورك علينا، والموضوع سهل جدا، الموضوع كله سهل. ونروح لليسون 7 أو الدرس السابع، وهو في reading أو قراءة، وفي بعض الكلمات الجديدة لازم نعرفها مع بعض. فأول حاجة بيقول لنا هنا electric devices، electric devices يعني أجهزة كهربائية، fridge ثلاجة، freezer مجمد freezer، containers containers يعني حاويات، الحاجات اللي احنا بنحط فيها الاشياء دي اسمها containers حاويات، زي جار برطمان كونتينر وعاء كان علبة صفيح علبة صفيح، زير بوت اناء زير، dried fruit dried food يعني الفاكهة dried fruit dried fruit يعني الفاكهة المجمدة الفاكهة المجففة. فمثلا هنا زي ما نقول dried grapes dried grapes يعني عنب مجفف اللي هو الزبيب، dried figs تين مجفف، dried mangoes مانجا مجففة، dried bananas موز مجفف، dried apples تفاح مجفف. وبعدين عندنا هنا في تحت كلمات تانية زي مثلا fresh fresh يعني طازج، smoked smoked يعني مدخن، سيراميك بوت سيراميك بوت يعني إناء خزفي يعني إناء خزفي خزفي يعني من السيراميك، وإلكتريسيتي إلكتريسيتي يعني كهرباء. الكلمات دي طبعا حفظ. وعندنا هنا بعض تصريفات الأفعال، preserve preserve يعني يحفظ، لما نيجي نحفظ حاجة عشان ما تبص ده اسمها preserve preserve يعني يحفظ، preserved preserved يعني حفظة، store store يعني يخزن، stored stored يعني خزنة، dry dry يعني يجفف، dried dried يعني جففة، invent invent يعني يخترع،
invented يعني اخترع. close يعني يغلق. closed يعني أغلق. last يعني يدوم يستمر. lasted يعني دام أو استمر. وطبعاً الـ irregular verbs أو الأفعال الغير منتظمة عندنا take يأخذ، took أخذ، put يضع، put وضع. وهنا طبعاً عندنا الـ important expressions and prepositions أو بعض التعبيرات وحروف الجر الهامة، زي مثلاً look after يعتني بي، take away يبعد، all over the world في كل أنحاء العالم، و put in يضع في، و make us sick بيصبنا بالمرض، take out يخرج، last 4 years يستمر لسنوات. طبعا ده جزء الكلمات ده برضو حفظ مهم جدا ان احنا نحفظه. طبعا الجزء ده مهم ان احنا جدا نحفظه. عندنا هنا homework. تعالوا نقرأ الباراجراف الموجود عندنا في lesson 7. فهنا بيقول لنا look and read. It is important to eat the right food, but it is also important to look after food to keep it fresh and safe. Look after food يعني تعتني بالطعام علشان تحفظه keep it fresh and safe، تحفظه طازج وآمن. We need to preserve and store food. If we don't store food properly, it can go bad. Go bad يعني يفسد. And this make us sick. وده يصيبنا بالمرض. Now we can use fridges and freezers to store food. These need electricity to work. How can we preserve food if we don't have electricity? ده بيسألنا بيقول لنا لو احنا ما عندناش كهرباء كنا نحفظ طعام ازاي؟ And how did people preserve food in the past? وازاي كانت الناس بتحفظ الطعام في الماضي؟ قبل ما يخترعوا الفريج والفريزر، قبل ما يخترعوا التلاجة والديب فريزر، قبل ما اكتشفوا الالكتريستي كمان، كانوا بيعملوا preserve أو حفظ للطعام ازاي؟ فهنا بيسألنا السؤال ده. تعالوا نشوف. كانوا بيحفظوا الطعام طبعا بأشكال مختلفة. أول طريقة طبعا كانوا بيحفظوا بيها الطعام الفاير أو النار. People used fire to make smoked meat. Smoked meat يعني and fish. Smoked meat and fish يعني اللحمة المدخنة والسمك المدخن. عارفين الرنجة؟ زي الرنجة دي اسمها smoked fish أو سمك مدخن. دي طريقة من طرق حفظ الطعام اللي كان بيستخدمها الناس في الماضي. We used this a long time ago. احنا كنا بنستخدم ده من زمن بعيد. And we still use it now. ولسه بنستخدمه لغاية دلوقتي. طيب الطريقة التانية. Salt يعني الملح. كان بيملحوه. ازاي؟ We can add salt to food too. We can add salt to food to preserve. احنا ممكن نحط ملح على الطعام علشان نحفظه. زي مثلا لما بيعملوا الفسيخ. والرنجة برضو بتبقى سمك مملح. وبعدين بيدخنوه علشان يحفظوه بشكل أكبر. فده إن أنت لما تأد salt للفود ده بيحفظه، بيعمله preserving أو حفظ. It takes out the water people use. It takes out the water يعني بيخرج المية منه، فبالتالي بيخلي عمره أطول. People use this all over the world to meat and fish. الناس استخدمت ده حوالين العالم كله علشان يحفظوا اللحمة والسمك. في كمان طريقة تالتة اللي هي drying أو التجفيف. We can dry fruit in the sun. Dried apples
figs, grapes, bananas, and mangoes are all delicious. When we dry fruit, it takes out the water and keeps the nutrients. The fruit is sweet and delicious, and it is healthy because we don't add sugar. تمام، فده التجفيف. طبعا الكلام ده بيبقى مترجم تحت الباراجراف، فهنا بيقول لك ان التجفيف ده بيخرج الميه من الفروتس وبيخليها لذيذه، برضو بتفضل لذيذه، وبيحفظ جواها كمان النيوتريانتس او العناصر الغذائيه بتاعتها، فبالتالي بيخلي عمرها اطول. رابع طريقه في التجفيف، وهي دي اخر طريقه، وهي اسمها الكونتينرز. الكونتينرز او الحاويات، ان هم يخزنوا الاكل في حاويات، في أوعية كده، وحاويات تخلي تحفظه على لمدة طويلة قوي. دي اسمها containers أو حاويات. زي مثلا هو يقول لنا اهو there are different way of storing food in containers. في طرق مختلفة لتخزين الطعام في الحاويات. أول حاجة الزير بوتس، أو طبعا اللي هو أواني الزير. وتاني حاجة الكانز اند جورز أو العلب والبرطمانات. تعالوا نقرأ الزير بوتس، أو اللي هو أواني الزير، اللي هي الفخار اللي احنا عارفينها كلنا. Thousands of years ago, people invented zeer boots to keep food fresh. The food is inside on one ceramic pot، او الفود بيتحط في 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 وعاء من السيراميك، وعاء خزفي يعني، من اللي هو الزير بوت ده، وعاء خزفي. This pot is put inside a bigger ceramic pot. بيتحط جوه وعاء اكبر منه. You put sand between the two boots. انت بتحط بقى رملة بين الوعاء الاولاني والوعاء التاني اللي جواه. Then put water in the sand. The water takes the heat away and the food stays cool. بعدين بتحط على الرملة دي مية، فالرملة والمية بيعملوا برودة للطعام اللي جوه، كأنك عملت تلاجة كده بسيطة، فبالتالي الطعام اللي جوه خالص، في البوت اللي جوه خالص، أو الإناء اللي جوه خالص، بيبقى بارد ويفضل ساقع لفترة طويلة، فكأنك حاطه في تلاجة فبيعيش لفترة طويلة. Cans and jars. People also use cans and jars to preserve food. You put the food in a liquid with salt and close the can. No air gets into the jar or can and the food lasts for years. هنا الكنز والجارز أو البرطمانات والعلب دي بنستخدمها لغاية النهاردة برضو، زي مثلا في المخلل، لما ماما بتخلل نوع معين من المخلل، أو مثلا زي لما بتيجي تشتري تونة بتلاقيها موجودة في كان، علبة صفيح، وجواها فعلا حواليها ليكويد أو سائل، وعليها سولت، ومفيش هوا جواها، علشان كده عايشة الفترة لمدة طويلة. ده lesson 7. تعالوا ناخد الاكتيفيتيز بتاعته، هوم وورك. وآخر درس معانا النهاردة lessons 8 و 9، ودي آخر جزء في unit 3. وهنا طبعا عندنا كلمات مهمة أوي إن احنا نحفظها، دي حفظ الكلمات، هي teaspoon أو معلقة صغيرة، اللي هي معلقة شاي. raisins يعني زبيب. fruit yogurt يعني زبادي بالفواكه. و plain yogurt يعني زبادي سادة، زبادي ما فيهوش اي حاجة. عندنا كمان بعض الكلمات التانية، زي snack يعني وجبة خفيفة. وعندنا brain يعني مخ. carefully يعني بعناية. mood يعني حالة مزاجية. lowest يعني الأقل. confused يعني مرتبك. anxious يعني متوتر. anxious يعني متوتر. kind يعني نوع. dentist يعني طبيب أسنان.
highest الأعلى أو الأكثر. طبعا تصريفات الأفعال الجميلة بتاعتنا، ودي حفظ برضو مهم أوي إن احنا نحفظها. عندنا damage، damage يعني يدمر، damage damaged damaged يعني دمر، won't يريد، wanted أراد، affect يؤثر في، affected أثر في. وعندنا في الريجولر وعندنا في الريجولر فيربس أو الأفعال غير المنتظمة choose يعني اختار، choose اختار، eat يأكل، ate أكل. وعندنا طبعا الـ important expressions and prepositions أو تعبيرات وحروف جر هامة، over a long time، over a long time أو بعد فترة طويلة، at night، at night يعني ليلا، write down، write down يعني يدون يكتب، يعني look at، look at يعني ينظر إلى. وعندنا هنا في باراجراف جميل أو بيكلمنا بقى عن الشوجر أو السكر. طبعا هنا بيقول لنا What is your favorite snack? There are lots of things we can choose from. Sometimes it is easy to take a cookie or a candy, but they have a lot of sugar in them. Why is eating sugar bad for us? Sugar is bad for our teeth. Eating too much sugar damages our teeth. Do you like going to the dentist? هل تحب ان انت تروح للدكتور؟ السكر كتير بيفسد اسنانك وبيضرها، تحب تروح لدكتور الاسنان؟ بيقول لنا كمان Sugar is bad for our heart too. It stops our arteries working as well as they should over a long time. This can damage our heart. السكر كمان بيأثر على الشرايين بتاعتنا وبالتالي ممكن يضر قلبنا. بيقول لنا كمان Sugar gives us energy, but it isn't a good kind when we get energy from carbohydrates. That energy lasts a long time. When we get energy from sugar, we lose it quickly. Then our body wants more sugar. لما بناخد الطاقة من السكر بنفقدها بسرعة، لكن لما بناخدها من الكربوهيدرات اللي احنا عارفينها زي الرز والمكرونة والقمح بتقعد جوه جسمنا فترة أطول فما بيضرناش، لكن الشوجر لما بناخد منه الانرجي بناخدها بسرعة وبنفقدها كمان بسرعة. Sugar can affect our brains. If we have too much sugar, our brains get a lot of energy quickly. This can make our brain confused. We can feel worried and anxious. Sugar can be bad for our mood. تمام، السكر بيأثر على عقلنا كمان وعلى مخنا كمان لأنه بيخليله يديله طاقة كبيرة وبالتالي بيضره والمخ بيحصل له عملية ارتباك. تعالوا نقرأ هنا كمان. بيقول لنا هنا look and read، انظر واقرا. Children shouldn't have more than 25 grams of sugar a day. 25 grams is about 6 teaspoons. Teaspoon. One teaspoon has 4 grams of sugar. يبقى الواحد الأطفال ما ينفعش ياخدوا أكتر من 25 جرام من السكر أو حوالي 6 معالق شاي من السكر في اليوم الواحد علشان ما يحصل لهمش أي ضرر. There is natural sugar in fruit. This is better than sugar is added to food such as cake and candies. And candies. يعني السكر اللي موجود في الفواكه أفضل بكتير من السكر الموجود في الكيك والحلويات والحاجات التانية، عشان كده عامل لك جنب دي عملية فولس أو خطأ ودي ترو أو صح. طبعا اللي عندنا تحت ده هوم وورك.
طبعا لحد نهاية يونت 3 عندنا هوم وورك، وبكده نكون انهينا يونت 3. ده هوم وورك كمان. وده ريفيو. الريفيو يا ريت نحفظ الريفيو يا جماعة، علشان خاطر ده بيراجع لك على اليونت كلها، يا ريت تحفظوه. ده هوم وورك وده هوم وورك. وعندنا هنا في جميل أوي بقى ريفيو على يونت 1، ده حفظ. وريفيو على يونت 2 ده حفظ، حفظ سم زي اسمنا. وريفيو على يونت 3 ده حفظ سم زي اسمنا. وبكده نكون انهينا يونت 3 بالكامل، وان شاء الله المرة الجاية نبتدي نروح على يونت 4. كان نكون انهينا يونت 3 بالكامل وانهينا معاها المحور الاول. عندنا بعد كده النون فيكشن ريدر او القصة الغير خيالية، واسمها طبعا هوسبيتالز أو المستشفيات. بيكلمنا فيها عن الهوسبيتالز والدكتورز والنيرسز، وهي هناخدها مع بعض المرة الجاية إن شاء الله. أتمنى إن أنت تكون استفدت من درس النهاردة. لو أعجبك الدرس أعمل لايك، أتمنى ألاقي 1000 واحد استفادوا أو 1000 لايك تحت الفيديو. الأهم إن أنت تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان. أنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.